بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا هذا، اللقاء المفتوح للجنة العزاء بالجمعية الحسينية مع أهالي القرية. الإعزاء تحت عنوان أحيوا أمرنا. وباسمكم جميعا أرحب بالردود الكبير الحاج مهدي سهوان الذي يشاركنا هذا اللقاء مشكورا، ونترقب جميعا إضافاته النوعية فيما يخص مجال موكب العزاء من واقع الخبرة الطويلة في هذا المجال. لقاؤنا يتجدد دائما لنشترك جميعا ما دمنا في سفينة الحسين التي تحتضن جميع ركابها، وما هو إلا لقاء اللجنة المصغرة باللجنة الأم. فلجنة العزاء يشترك فيها جميع خدمة الحسين بلا استثناء لنشر رسالة الحسين إلى العالم بأبهى صورها. ونعرف باللجنة لأهالي القرية، مع أنها معرفة سابقا ولكن للذي لا يعرفها. طبعا تكونت لجنة العزاء بعد تزكية مجلس الإدارة الحالي للجمعية الحسينية، وقد تم تشكيلها حسب التالي: علي قنبر طبعا رئيس اللجنة، علي محمد رضي إسماعيل، وعماد عاشور نائبان للرئيس، الأستاذ جعفر مال الله إعلامية اللجنة، الأستاذ عبد الإله قنبر والأستاذ محمود عبد علي برامج وتأهيل الرواديد، الأستاذ عبد المنعم الشايب الشعر وتأهيل الشعراء. سبعة طبعا احنا في اللجنة هذا. وقد عقدت لجنة العزاء الكثير من الاجتماعات الخاصة والاجتماعات التنسيقية مع كل من الرواديد والشعراء واللجان التابعة لعمل اللجنة، كعزاء الزنجيل ولجنة السواد واللجان الإعلامية والثقافية وبعض العلماء والشخصيات المهتمة بالموكب طوال فترة عملها في الفترة السابقة على مدى 9 أشهر تقريبا. برامج اللجنة المنجزة: دأبت اللجنة منذ تشكيلها على رسم خطة واضحة لسيرورة العمل وفق فترات زمنية محددة، وقد أنجزت العديد من البرامج والفعاليات الهامة والخاصة بتأهيل الرواديد والشعراء والعمل الإعلامي للجنة. ومن هذه البرامج سوف نذكر بعض البرامج اللي أنجزت: سفير الرثاء، برنامج سفير الرثاء، وهو برنامج بدأ مع تشكيل اللجنة وما زال مستمرا بقيادة الأستاذين عبد الإله قنبر ومحمود عبد علي، حيث بحث في الخامات الصوتية الناشئة بالتعاون مع التعليم الديني في القرية، ومن ثم انتقل إلى مرحلة الانتقاء التمهيدي الذي ضم 54 مشاركا ناشئا، وصولا إلى مرحلة الانتقاء التخصصي الذي ضم 14 مشاركا، إلى أن تم اختيار 4 مشاركين ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها لجان التقييم المتخصصة، والتي ضمت رواديد وفنيين مختصين من القرية وخارجها فيما يختص بالصوت واللحن والأداء وغيرها من مقومات الرادود. ويجري حاليا العمل على القسم الثاني من البرنامج في صقل هذه الخامات الأربع في الإطارين النظري والعملي، عبر دورات متخصصة في الألحان والمقامات والذوق الشعري، حتى الوصول إلى المرحلة العملية وهي المشاركة في الموكب. البرنامج الثاني اللي طرحناه وعملنا به طبعاً اللي هو تأهيل الشعراء، وهو برنامج اهتم بتأهيل مجموعة من الشعراء الصاعدين للتعرف إلى فنيات كتابة القصيدة الخاصة بمواكب العزاء. اشتمل البرنامج على دراسة عامة لبحور الشعر، ومن ثم بحور الشعر الخاصة بالموكب وكيفية توظيفها في كتابة القصيدة بالتعاون مع الرواديد الذين كان لهم دور مؤثر في إثراء هذا البرنامج، والذي قاده الأستاذ عبد المنعم الشايب بمعية الأستاذين جواد هيات وحسن كاظم. ومن المؤمل أن يشترك هؤلاء الشعراء في الكتابة في الموسم الحالي. إعلامية اللجنة حيث كان لها الدور الأبرز بقيادة الأستاذ جعفر مال الله في نقل الصورة الحية لكم أيها الأحبة، موظفة كل الجهود لذلك،
وكان لها صدى واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تفاعلكم فيما قدمت من لقاءات مع أصحاب السماح العلماء وبعض الشخصيات في القرية وجذبها للأقلام الشابة. وتاريخ العزاء في القرية وتصوير برامج التهيئة لذكر ووفيات أهل البيت وبرامج عمل اللجنة كسفير الرثاء وتأهيل الشعراء، وتعاونت مع كل من مع اللجنة الإعلامية بالجمعية الحسينية وبعض المختصين. وكان آخر أعمال اللجنة تصوير فقه عاشوراء مع سماحة الشيخ هاني البنا الذي سيقدم خلال موسم عاشوراء الحالي. ما قبل الأخير، الموكب والرواديد. عقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع الرواديد ولجنة عزاء الزنجيل التي من شأنها تنظيم العمل وفق ما هو معتمد في خطة عمل اللجنة، ومنها اعتماد عزاء الزنجيل من يوم الرابع من محرم لهذا العام، والذي سيشاركنا فيه الرادود المخضرم علي مهدي من دولة الكويت الشقيقة هذا العام في اليوم الرابع إن شاء الله، حتى التاسعة من اليوم الرابع للتاسع من محرم إن شاء الله سوف يكون الزنجيل. والموكب الرئيسي سوف ينطلق من ليلة السادس من محرم حتى ليلة الحادي عشر بالإضافة للعاشر عصراً. الصوتيات، لمن كان يسأل عن الصوتيات ورداءتها، الجدير بالذكر أن اللجنة ومنذ استلامها لمهام عملها دأبت على حل جذري لهذه المشكلة بما توصلت إليه الإدارة السابقة، نحن أكملناه في الموكب، وتم ذلك بحمد الله وفضله وجهود الأخوين سادر يوسف الدولابي وهاني مرهون والاستعانة بالخبرات في هندسة الصوتيات من خارج القرية. كذلك تم الاتفاق مع لجنة السواد على اللافتات العاشورائية لهذا الموسم بما تتضمنه من أحاديث وأقوال تهتم بحركة الإمام الحسين ورسالة عاشوراء. أخيرا، لقاؤنا هذا اليوم أيها الأحبة بعد هذا العرض السريع لبرامج اللجنة، يأتي لقاؤنا هذا ليس للسؤال والرد ولا للتمجيد ولا للانتقاد، بل للتهيئة والتطوير وتقديم الأفكار التي من شأنها تعظيم هذه الشعيرة. كلنا مسؤولون عن هذا الموكب، وكلنا في سفينة الحسين إن شاء الله، وكل منا يتشرف بخدمة سيد الشهداء. فلننطلق جميعا من قول الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، لنتعرف مسؤولياتنا تجاه هذه الشعيرة وكيفية إحيائها بالأسلوب الأمثل والذي يمثل أهداف هذه الثورة الحسينية الخالدة. يدنا بيدكم لنحول كل الأفكار التي تنمي وتخدم هذه الشعيرة والمتمثلة بموكب العزاء إلى ترجمة عملية مؤثرة ومطورة. لن نكون لوحدنا، فأنتم نحن في هذا المجال. يعني لما ابتدينا وقلنا بأن اللجنة المصغرة اللي هم لجنة العزاء رجعت إلى اللجنة الأم، وهم أنتم الجمهور هو اللجنة الأم، هي التي تحتضن كل اللجان العاملة في القرية، وبدونكم لا يكون عمل. لن نكون لوحدنا، فأنتم نحن في هذا المجال، ولا مجال إلا الاشتراك في هذا العمل الذي يعد شرفا لكل حسيني ولكل موال لمحمد وآل محمد. وأسامحكم عذرا إن كان هناك تطويل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.